نقرب بشكل اكبر عن مباراه يوم الجمعه. واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين دايما استمتع بارائه الفنيه، كابتن احمد كوش نجم النادي الاهلي الاسبق. كابتن احمد برحب بحضرتك. حبيبي محمود، اهلا بيك اهلا اخبار حضرتك بيك. ايه؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. يعني خلاص يوم الجمعه قمه مصريه خالصه في السوبر الافريقي في السعوديه باذن الله، أكيد السوبر الافريقي مصري خالص باذن الله. احنا شايفين المباراه يعني متابعه لهذا اللقاء وحاله من الجديه سواء المعسكر الاحمر او الابيض. نبدا بالنادي الاهلي، النادي الاهلي شايف الاستعداد لهذا اللقاء ازاي؟ بطل طبعا دوري ابطال افريقيا ومباراه القمه، اكيد بطوله خاصه بالنسبه سواء للنادي الاهلي او الزمالك. طبعا مباراة كبيرة ومباراة قمة بين الأهلي والزمالك أيا كان الفريقين وضعهم إيه في بداية الموسم، ولكن المباراة أكيد مباراة مهمة ومباراة قمة للفريقين، ودايما التاريخ بيذكر لقاءات الفريقين، فبالتالي هي مباراة يعني مباراة قمة زي ما بيقولوا في تحت أي ظروف. وأكيد النادي الأهلي مستعد للمباراة بشكل كويس جدا، معنويات اللعيبة عالية جدا بعد الفوز الأخراني على جورمايا كيني، داخل وخارج ملعبه بنفس النتيجة أو بنتيجة كبيرة، فبالتالي النادي الأهلي داخل وأموره مستقرة بنسبة كبيرة جدا، حالة طبعا معنوية كبيرة للفريق، واحتفل بدرع الدوري. يعني النادي الأهلي أنا شايف إنه أموره الفنية والمعنوية ممتازة، وإن شاء الله النادي الأهلي يكون في الحالة الفنية في المباراة بإذن الله. عايزين نتكلم برضو على تدعيمات النادي الاهلي قبل بدايه الموسم الحالي، ضم 4 لاعبين حتى الان، اشرف داري، يحيى عطيه الله، يوسف ايمن، عمر الساعي. اللاعب الوحيد اللي شارك بشكل اساسي هو يحيى عطيه الله، بتقيمه ازاي في المباراتين اللي لعبهم سواء جورمايا مباراه الذهاب والاهلي فاز بيها 3-0 ونفس النتيجه في مباراه العوده، وكان في بصمه واحده يعني كان عمل اسيستين كمان في هذا اللقاء. والله يحيى بدأ بدايه يعني نقول غير متوقعه، يعني ان هو يبدا بالشكل الايجابي ده ويصنع اهداف ويبان ان هو لاعب، تحس ان هو متواجد مع النادي الاهلي من فتره طويله، اندمج بسرعه مع اللعيبه، بيخرج من المباراه ليه حاجات ايجابيه كويسه، بيصنع اهداف، بيكمل، عنده ميزه كويسه قوي، بيكمل ورا اللعيبه، عنده ميزه مهمه جدا وكلنا اخذنا بالنا منها، ويمكن دي من اهم مميزاته ان هو الكرة العرضية بتاعته بيعملها بإتقان وبيعملها بقوة وفيها دقة، فبالتالي لاعب احنا شايفين النادي الأهلي يعني صفقة إن شاء الله بإذن الله. ودي قيمة اللعيب الدولي يا كابتن أحمد، إن الأهلي يستقطب لاعب دولي. طبعًا طبعًا، وبيلعب في منتخب كبير يعني، وإحنا عارفين إن هو لاعب مميز جدًا، فبادئ مع النادي الأهلي تحس إن هو موجود مع النادي الأهلي من سنوات. ما خدش وقت كتير في زي بعض اللعيبه اللي بتنتقل من دوري لدوري، بتاخد وقت عقبال ما تتاقلم على الاجواء وعلى اللعيبه واسلوب اللعب في الدوري او مع الفريق، لكن هو لا انا شايف ان هو صفقه لو مشي على نفس المستوى ده، واكيد هيزيد مع النادي الاهلي مع نوعيه اللعيبه اللي بتلعب حواليه خبراتهم وبيلعبوه وحابينه، فبالتالي لا صفقه يعني احيي النادي الاهلي عليها، شكلها مبشرة جدا، وهو لاعب زي ما احنا قلنا يعني لاعب دولي ولاعب لاعب كاس عالم، فبالتالي انت مش مميز، انت مش جايب لعيب، مش جايب لعيب لسه بتشوف يعني ده يعني لعيب، لكن ده لعيب دولي وبان جدا في المباراه اللي فاتت، عنده التصويبات بتاعته يمكن ما صوبش كتير، ولكن باين من التكنيك بتاعه على الكوره، الكورسات بتاعته كلها مميزه جدا وبتشكل خطوره على الخصم، التغطية العكسية بتاعته كويسة، أنا شايف إن كولر كمان مديله مهام هجومية، بيكمل أحيانا بتلاقيه متواجد في الثلث الأخراني الهجومي للنادي الأهلي في بوزيشن كويس جدا، ويمكن قطع في الهدف اللي جابه أعتقد وسام، عملها كويس جدا جدا جدا، وقطع كويس يعني اتحرك تحرك مهاجم مش تحرك باك شمال، فبالتالي لا يعني دي حقيقة ظهرت في المباراتين اللي شايفين. هو الهدف مع حضرتك يعني مميز، لا طبعا بص قطع بيكمل. ازاي، بص خد التكملة، يعني في حاجة عندنا اسمها الطولي في عرضي، يعني قطع وضرب الاوفسايد ودخل ما بين المدافعين، قطع كويس جدا في التايمنج المناسب وقدر ان هو يوصل، وثقته بنفسه وجرأته تخليه كان ممكن ان هو
يفكر ان هو اللي يجيب الجول، لكن هو دي ثقه كبيره جدا فيه وفي قدراته. لاعب لزميله يعني لاعب يعني زي ما تقول عنده كمان يعني لاعب شبعان، يعني يقدر ان هو كان ممكن اي لاعب غيره يفكر ان هو اللي يلعب على الجول، لكن هو شاف ان الفرصه لوسام اعلى منه او اكتر منه فحطها بكل ثقه بصها له. فدي طبعا تبين شخصيه اللاعب ان هو بيلعب لمصلحه الفريق اكتر ما بيلعب ان هو عايز يعني يظهر هو او يعمل حاجه مميزه خاصه بيه. كابتن احمد شايف برضو ان كولر يعني يكون يعني اختبار صعب المباراه القادمه بالنسبه برضو لنادي الزمالك، كان جوزيه جوميز عنده اكتر من لاعب استقطبه في الفتره الاخيره ولسه ما شاركش مع النادي الزمالك، شايف ان ممكن يكون في اكتر من لاعب مفاجاه من الصفقات الجديده بالنسبه لنادي الزمالك يعني تؤرق بشكل كبير طبعا الجهاز الفني للنادي الاهلي مارسيل كولر؟ والله بص طبعا المباراه في بعض المدربين بتبقى عندهم واقعيه شويه، بيخش ما بيغيرش في التشكيل، واعتقد ان كولر هيعمل كده، راجل واقعي هيلعب تقريبا بنفس التشكيل بتاعه. التشكيل الاقرب ايه؟ التشكيل الاقرب اللي لعب مباراه جورمايا ياسر ابراهيم ورامي ربيعه ومحمد هاني ويحيى عطيه الله ونص الملعب عنده مروان عطيه مع اكرم توفيق وامام عاشور، وان كان انا بفكر برضو او وجهه نظري ان ممكن برضو يبقى في مفاجاه ان ممكن يبدا في قفشه في بدايه المباراه، لان قفشه انا شايف ان قفشه فنيا في الفتره الاخيره يعني افضل امام الماتش اللي فات ما كانش في المستوى. قفشه ممكن يديك اللي هي حته استحواذ وان هو يقدر يوصل اللعيبه، ولكن دي بتبقى يعني قناعات المدرب وهو قادر وبيلعب بيعتمد عليه دايما في الشوط الثاني بشكل اكبر لما العامل البدني بالنسبه للفريق المنافس يقل، خاصه انه باصير رائع بصراحه قفشه لما بينزل. بصي استغل المساحات. انا معاك امام عاشور لعيب كبير، ولكن المباراه اللي فاتت كان ما كانش في حالته وحاسس ان التركيز قلل شويه عنده، ممكن يكون لسه بدايه الموسم لسه ما دخلش او ما وصلش للمستوى الفني بتاعه. يعني قفشه لما بينزل بيدي اضافه للفريق، وممكن يبقى قفشه ممكن يبدا المباراه، لان قفشه لعيب كبير وفي مباريات كثيره بالذات مع نادي الزمالك قفشه كان يعني ليه فيها اهداف مؤثره. ممكن يفكر في الاثنين ما بين امام عاشور وقفشه، وان كان انا يعني شايف ان كولر ممكن يبدا بامام لان هو عنده قناعات في التثبيت التشكيل بالذات في بدايه الموسم. طبعا خط الهجوم عندنا يعني شبه مستقر على حسين الشحات وبرستا وسام ابو علي، فيعني ده التشكيل اللي اقرب مع الشناوي. طبعا ده التشكيل يعني النادي الاهلي، واعتقد ان هو ممكن يبدا كده لو حصل تغيير. انا وجهه نظري انا الشخصيه كاحمد كشري برضو، انت ممكن تلعب على المساحات في نادي الزمالك، ممكن تفكر في طاهر كبدايه لان طاهر عنده سرعات طارق يبدا على حساب مين يا كابتن؟ بيرسي ولا حسين؟ لو فكر مارسيل كولر وحط حسين في نص الملعب مع اكرم قدامه هو ومروان عطيه ولعب بطاهر وبيرس تاو ووسام ابو علي، هنبقى خاطرين جدا على نادي الزمالك، خاصه ان حسين بيدي الاختراقات ولعيب كوره بيقف على كورته كويس وبيقدر يلعب الفرقه. طاهر عنده سرعات وانت محتاجها، خاصه ان انا يعني من المباراتين لنادي الزمالك اللي فاتوا نادي الزمالك عنده مساحات خط الظهر للامانه يقدر النادي الاهلي يستغلها عن طريق السرعات والسرعات تتمثل في بيرس تاو وطاهر وسام ابو علي. دي وجهه نظري انا شخصيا ممكن تبقى مفاجاه في المباراه لو فكر كده، لكن لو هو بدا بنفس التشكيل بتاع جورمايا فهو برضه تشكيل متوازن جدا، تشكيل هو بيفكر فيه. انا شايف ان الدكه اللي معاه بيفكر فيها كويس جدا، ودي من نجاحات المدرب ان انت يبقى عندك دكه قويه. بمناسبه الدكه يا كابتن احمد، الاهلي كان في حاجه للتعاقد مع جناح اخر خاصه بعد رحيل كريستو واحمد عبد القادر، وايضا عدم التعاقد مع مهاجم بعد رحيل انتوني مودريتش، شايف الاهلي كان في احتياج للتعاقد مع جناح ومهاجم في الفتره الحاليه؟ الاهلي محتاج مهاجم تسعه اكتر، دي وجهه نظر انا، لان انت في الاجنحه يمين وشمال عندك لعيبه كتير، عندك وفره فيها، عندك حسين الشحات، عندك طاهر، عندك بلستاو وبيلعبها كهربا، عندك كهربا، عندك يعني عندك مجموعه لعيبه، عندك رضا سليم طبعا
عندك مجموعه كبيره بتلعب على الطرفين، يعني عندك اكتر من 6 لعيبه، فانت مش محتاج الاطراف، لكن محتاج فيرويد يكون بمواصفات برضو فيرويد مختلف شويه عن وسام. فيرويد ممكن يكون فيرويد افريقي قوي سريع بيشتغل في الصندوق زي وسام. وسام اداك الحلول كلها، ولكن انت عندك مباريات كتيره، عندك مباريات كبيره وعندك بطولات كتيره هتشارك فيها، بالتالي انت محتاج مهاجم تاني، مهاجم صريح مع كهربا، لان كهربا برضو يعني نقول كهربا بيحاول ان يوصل للمستوى بتاعه، ولكن مش كهربا بتاع السنتين اللي فاتوا، فبالتالي انت محتاج مهاجم صريح اكتر من ان انت تحتاج جناح. جناح يعني انا زي ما ذكرت لك الاسماء كتيره كتيره، وعندك يعني وفره فيها، وعندك نوعيات مختلفه، فانا شايف ان فيرود صريح للنادي الاهلي هو افيد للنادي الاهلي في الفتره الجايه مع المشاركات الكتيره اللي النادي الاهلي هيشارك فيها. اخيرا توقعاتك كابتن احمد للمباراه، كفه لمين ارجح؟ والله بص، لو احنا بنحسبها من خلال المباراتين اللي اتلعبوا في افريقيا، فالنادي الاهلي فنيا اعلى من نادي الزمالك، مستقر نتيجه المباراتين بتبين ده، نتيجتين 3-0 و3-0. نادي الزمالك حاسه انه لسه ما وصلش للتشكيل الامثل بالنسبه له، فدي ممكن النادي الاهلي يشتغل عليها، عنده بعض الثغرات في خط الظهر ودي وضحت في المباراتين اللي فاتوا، فممكن يكون كفه النادي الاهلي على الورق افضل، ولكن في المباراه حاله الفريق الذهنيه والفنيه هي اللي بتحدد مين اللي هيكسب اللقاء، خبرات اللعيبه، هدوء اللعيبه في الملعب. اعتقد ان النادي الاهلي يعني هيكون اهدى من نادي الزمالك، عشان هو بادئ بشكل افضل شويه في المباراتين، افضل من نادي الزمالك. ممكن تكون دي بترجح كفه النادي الاهلي مع خبرات لعيبه النادي الاهلي، وزي ما انا قلت لك ان النادي الزمالك مش حاسس حتى الان ان وصل التشكيل اللي ممكن يبدا بيه المباراه، عنده مشكله في خط الظهر واضحه جدا، واضحه جدا ممكن النادي الاهلي يستغلها. نعم. والنادي الاهلي عنده خط الهجوم قوي جدا، فانا شايف يعني مباراه القمه دايما ملهاش مقاييس، ولكن عندي احساس ان النادي الاهلي يعني هيكون الافضليه ليه في المباراه. اتمنى ان شاء الله ان احنا يعني نشوف مباراه قويه وقمه مصريه فعلا يا كابتن احمد. يا رب يخليك يا محمود، وان شاء الله مباراه تليق باسم مصر وتليق بالكره المصريه، والفريقين واللي يكسب هنقول له مبروك. المهم ان المباراه يعني تبقى مباراه يعني تعبر عن الكره المصريه افضل من اللي احنا شايفينه، وعايزين كره جميله، كره ايجابيه، نقول ان احنا عندنا الحمد لله الكره بتاعتنا يعني فيها تطور ان شاء الله، نتمنى ذلك يعني باذن الله، وكل التوفيق للاهلي طبعا يعني في المباراه. كل التوفيق باذن الله للفرقتين. الكابتن احمد كشري النجم طبعا النادي الاهلي السابق، بشكرك شكرا جزيلا.